اهلا بيكم مره تانيه اولادي وبناتي في كورس البدايه الصح اللي من خلاله بنحط رجليك على الطريق الصحيح علشان تقدر تكمل معانا منهج الكيمياء السنه دي 2025. معانا كمان النهارده الموضوع رقم 6 والموضوع الاخير. احنا مش بنشرح بالتفصيل كل حاجه، لكن احنا عايزين الحاجات اللي احنا نستخدمها في المنهج السنه دي. اتكلمنا في الموضوع الاول ازاي اكتب صيغه، اتكلمنا في الموضوع الثاني ازاي اكتب معادله واوزن معادله، اتكلمنا في الموضوع الثالث وصف الجدول الدوري، اتكلمنا في الموضوع الرابع ازاي بنعمل توزيع الكتروني، اتكلمنا في الموضوع الخامس ازاي بنحدد الاكسده والاختزال واعداد التاكسد، والنهارده مع بعض حاجه سريعه، حلقه سريعه عن الروابط الكيميائيه. عايزين نتكلم كده عن الروابط الكيميائيه. كلمه الروابط، انا عندي نوعين من الروابط كنا خدناهم في سنه ثانيه في الباب الثالث، قلنا في روابط فيزيائيه وروابط كيميائيه. الروابط الكيميائيه كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن روابط ايونيه، فلز على فلز، روابط تساهميه، كان في تساهميه نقيه، تساهميه قطبيه، تساهميه غير قطبيه، كمان كان عندنا رابطه تناسقيه، فدول ثلاث روابط اسمهم روابط كيميائيه. كان عندنا روابط فيزيائيه، هي الرابطه الفلزيه والرابطه الهيدروجينيه. فانا عندي كده خمس انواع من الروابط: ايونيه، تساهميه، تناسقيه، فلزيه، هيدروجينيه. دول عباره عن خمس انواع من الروابط. الروابط الايونيه اللي هي الكيميائيه دي فلز مع فلز، بيحصل ما بينهم تجاذب كهربي. اي حاجه في 1 و2 ايه مع 6 و7 ايه تبقى رابطه ايونيه. اي حاجه فيها هيدريد، يعني ايه هيدريد؟ يعني مثلا الهيدروجين مع 1 ايه، الهيدروجين مع 2 ايه، ده اسمه هيدريد، يبقى دي رابطه ايونيه. الرابطه التساهميه دي بتتم ما بين اللافلزات مع بعضها. اي جزيء، جزيء الكلور Cl2 تساهميه نقيه، جزيء الاكسجين O2 تساهميه نقيه، H2 تساهميه نقيه، Cl2 وهكذا، كل دي عباره عن تساهميه نقيه. اي حاجه فيها هيدروجين ما عدا الهيدريد تساهميه قطبيه، زي HCl، H2O، CH4، NH3، C2H4، كل دي اسمها تساهميه قطبيه. طيب عندنا كمان حاجة تانية اسمها رابطة تناسقية. الرابطة التناسقية دي ذرة بيبقى عندها زوج حر من الالكترونات والتانية يبقى عندها اوربيتال فاضي. تعالوا كده ناخد مثال على الحتة دي. عندي الرابطة التناسقية، لو احنا كده بصينا على جزيء المية H2O هيتفاعل مع الهيدروجين الموجب هيدينا H3O موجب، سميناه زمان في سنة تانية ايون الهيدرونيوم، لما قلنا بروتون الاحماض لا يوجد منفردا في المية. تعالوا كده نبص مع بعض، ادي الاكسجين وادي الهيدروجين وادي الهيدروجين. الهيدروجين الكترون الكترون، الاكسجين حواليه 6، نظرية لويس النقطية كنا خدناها زمان، فده تساهمية قطبية، تساهمية قطبية، ده عنده زوج حر، ده عنده زوج حر. الهيدروجين يا شباب ويا بنات موجب، يعني موجب؟ يعني فقد الالكترون اللي عنده. طب هو لو فقد الالكترون اللي عنده يبقى كده الالكترون الاوربيتال بتاعه ايه؟ فاضي، ما عندوش اي حاجه. طب انا لو بصيت عليه يروح كده الاكسجين يبص على نفسه، يصعب عليه نفسه كده، يقول ايه بقى؟ انا يبقى عندي زوجين حرين وصاحب الهيدروجين ده ما عندوش، فيروح الاكسجين يمنح الهيدروجين، فالذره دي اسمها ذره مانحه والذرة دي اسمها ذرة مستقبلة. فمين اللي استقبل ايون الهيدروجين؟ بصوا كده، ادي الاكسجين تساهمية قطبية، تساهمية قطبية، وعندي الذرة دي منحت الزوج للهيدروجين، فالذرة دي او الرابطة اللي نشأت دي اسمها رابطة ايه؟ تناسقية. يبقى يعني رابطة تناسقية هي الرابطة اللي بتنشأ بين عنصرين احداهما تحتوي على اوربيتال فارغ والاخرى تحتوي على زوج حر من الالكترونات، فدي تبقى عندها زوج حر والثانيه عندها اوربيتال فارغ، فدي بنسميها الرابطه التناسقيه. يبقى كده في رابطه تساهميه ورابطه ايونيه ورابطه تناسقيه. ايه حكايه الرابطه الفلزيه؟ الرابطه الفلزيه زي ذرات مجموعه 1 ايه او 2 ايه او 3 ايه، يقول لك سلك الومنيوم، قطعه حديد، قطعه مغنيسيوم، قطعة صوديوم، أي ذرات للفلزات في 1 و2 و3 يبقى دي اسمها رابطة إيه؟ فلزية. أخيراً الرابطة الهيدروجينية. الرابطة الهيدروجينية لازم يا شباب ويا بنات يبقى الهيدروجين عنده خلاص موجود ما بين عنصرين ليهم. تعالوا كده نشوف مع بعض حاجة كده على الجزئية دي. لو إحنا مثلاً بصينا على
الهيدروجين. لو انا قلت جزيء المية تساهمية ايه؟ قطبية. طب لو قلت جزيئات المية، بص معايا، ادي المية وادي المية. بص كده في الجزئية اللي قدامك دي، لو انا كده قلت هوت، انا عندي الاكسجين هيرتبط مع الاكسجين، مين اللي هيربط بيه؟ الهيدروجين. فالهيدروجين وقعت بين عنصرين ليهم سلبية كبيرة، ترتبط مع واحدة بتساومية قطبية ومع التانية برابطة ايه؟ هيدروجينية. مين اللي ربط المية مع المية؟ الهيدروجين. فالرابطة دي اسمها رابطة هيدروجينية. طب بص معايا كده، HF HF تساهمية وتساهمية، يبقى جزيء ال HF تساهمية قطبية، جزيء المية تساهمية قطبية. تعالوا بقى نقول جزيئات ال HF. يلا كده لو احنا مثلا بصينا على الحتة دي ونقول انا عندي هنا هاي بالشكل ده، انا عندي هنا الهيدروجين وقع بين عنصرين ليهم سلبية كبيرة، يرتبط مع واحدة بتساهمية قطبية ومع التانية برابطة هيدروجينية، فالهيدروجين يعمل كأنه قنطرة تربط الجزيئات. يبقى انا كده قلنا الرابطة الهيدروجينية بنسميها ايه؟ القنطرة الهيدروجينية. بالمناسبة هناخد في الكيمياء العضوية حاجة اسمها الكحولات. اي حاجة يا بنات ويا شباب فيها OH يبقى دي رابطة هيدروجينية، اي حاجة فيها كاربوكسيل يعني CH يبقى رابطة هيدروجينية، اي حاجة فيها امين يبقى رابطة هيدروجينية. يبقى الكحولات، الاحماض، الامينات فيها رابطة هيدروجينية. يعني عايز اقول ان الهيدروجين يقع ما بين اتنين فلور، الهيدروجين يقع ما بين اتنين اكسجين، الهيدروجين يقع ما بين اتنين نيتروجين، فدي بنسميها الرابطة الايه؟ الهيدروجينية. يبقى الرابطة الهيدروجينية عبارة عن رابطة بتنشأ عندما تقع ذرة الهيدروجين بين عنصرين لهما سلبية كبيرة، ترتبط مع واحدة بتساهمية ومع التانية بهيدروجينية، فذرة الهيدروجين بتعمل كأنها قنطرة علشان تربط الجزيئات، دي بنسميها الرابطة الهيدروجينية. كده يا شباب ويا بنات احنا خلصنا مع بعض كورس البداية الصح، بس في آخر الحلقة اوعى تنسى قاعدة من قواعد النجاح. الناجحون شعارهم ايه؟ لكي احصل على ما لم يكن لدي من قبل يجب ان افعل ما لم افعله من قبل. يعني ايه؟ يعني لو انت عايز حاجة ما كنتش محققها قبل كده، عايز تنجح، فانت مطلوب منك تعمل حاجات ما كنتش بتعملها قبل كده، ما ذاكرتش في سنة اولى، ما ذاكرتش في سنة تانية بضمير. انت عايز تنجح وتجيب مجموع كويس وعايز تحقق حلمك، اعمل حاجات ما كنتش بتعملها. ايه اللي انت ما كنتش بتعمله؟ ما كنتش بتذاكر. ذاكر بقى السنة دي علشان تعمل نتيجة مظبوطة وتبقى انت عايزها وكده، وتفرح في اخر السنة وتفرح اهلك وتفرحنا كده بنتيجتك ان شاء الله. كده هنبدأ مع بعض البداية بتاعتنا بقى في المنهج العادي. احنا كده خلصنا الكورس بتاع البداية الصح. اتمنى ان انت تكون كل حصة حضرتها معايا حليت الشيت بتاعها وحليت الحاجات والاسئلة اللي عليها، وكمان عندك الحصص. لو في حاجة واقفة قدامك من الست مواضيع عيد الموضوع من تاني، وهنحط لك كل الشتات موجودة تحت في الفيديو، وبعد ما تخلص حاول ان انت تحل كل الشتات، وكل الشتات اللي انت حليتها خلاص او انت عايزها هتكون موجودة عندك في الديسكريبشن من تحت. فحاول بقدر الامكان ذاكر الدرس كويس، حل الشيت بتاعه، اسمع الحلقة مرة اتنين تلاتة، وما تنساش لو مش مشترك معانا على القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد خلال سنة 2025.